راشد الزوباي، كنيت بالتنظيم أبو عبيدة بغداد 2010-2011. كنا نستهدف القوات الأمنية عن طريق أرقام العجلات، كانوا يزودونا بأرقام، الأرقام حكومية كنا نستهدفها. كنا ننقل المواد والأشخاص من الموصل إلى الحويجة، بعض الأحيان من الحويجة إلى جبال حمرين، حتى يعني العجلات، ننقل العجلات من الحويجة إلى جبال حمرين تتوجه إلى بغداد. أبرزها كانت هي الستاركس اللي بالكرادة، كان فيها استهدفت الكرادة، والديار اللي استهدفت الزوار اللي مفرق الدورة، مال التقاعد، دارة التقاعد والفقمة، دزوا بها انتحاريين، وصلت إلى كرادة، نفذ بها الانتحاري. وثاني يوم أو نفس اليوم تقريبا هم دزوا الانتحار الثاني إلى مدينة الشواكة، استهدفت مدينة الشواكة. شو مسوي لك شباب الكرادة 1005 كذا؟ قلت ليش؟ شنو ذنبهم؟ عراقيين؟ ايش سوى لك؟ كانوا بدا يباعون طوبة، ليش قتلتهم؟ ايش حصلت؟ شنو اللي حصلته؟ زين شنو اللي حصلته؟ بس جاوبني شنو اللي حصلته؟ عقاب رب العالمين منين راح تروح له؟ هاي بالدنيا فرحت؟ اخذت كم ورقة؟ ما ربتك امك على الحلال والحرام؟ ربتك على قتل الناس؟ ما خفت من الله؟ ما قلت ذول الأمهات الربة والكبرة يموتون ولدهم ورا سنة وشهر يلقوهم وينجلطون؟ ما خفت؟ إيش قلت لروحك؟ إيش قلت لضميرك؟ وين ضميرك؟